السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، خلاص داخلين على العصر. مساء الخير إخواتي، صحابي، أهلي وناسي، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، ويوم جديد سعيد عليكم جميعا يا حبايبي، يا اخواتي، يا احسن ناس في الدنيا كلها، يا كل اللي بيشوفني وحبيبنا وحابب كلامنا وحابب اللي احنا بنعمله. ايه اللي احنا بنعمله النهارده يا جماعه؟ النهارده وخلاص وصلنا لمرحله الحسم، خلاص تقليع، الناس كلها بتقلع بطاطس واحنا لسه بندور، تمام، عن النصابين والغشاشين اللي الله لا يوفقهم، خربوا بيوت الناس، خربوا بيوت الفلاح، وخربوا البيوت عشان البشوات يكسبهم ويتبسطهم. الحرامية النصابين الغشاشين الله لا يوفقهم، اللي احنا قلنا عليهم البيه والباشا، البيه والباشا، عشان يبقى سعادة البيه وسعادة الباشا، يعملوا ايه بقى؟ يغشونا ويسرقونا وينهبونا، تمام. اهو علي الحرام الفدان او ليه بس، انت كله عارف، من 40 لـ50، من 40 لـ50 ألف مصاريف تكاليف، والمعلمين يقولك انا عوضك ب3000. 3000 ايه يا لطخ؟ 3000 ايه يا جحش يا نصاب يا لص؟ 3000 هيعملوا للفلاح ايه؟ هيعملوا له ايه؟ هيعمل له ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تاوي مغشوشه نجسه، تاوي النسر، انجس كاره في مصر، اهو انجس كاره في مصر، كاره النسر، وزي ما انا قلت امبارح وراها كاره التاج، وراها كاره التفاح، هدول اللي انا اتأذيت منهم شخصيا، ماليش دعوه بغير، يا رب تكون مطلع دهب عند غيري، لكن انا في ارضي في زراعاتي زباله. كار النسر، كار التاج، التفاح، دول اللي انا واخدهم، ودول اللي انا اتظلمت فيهم، واقول عليهم حسبي الله ونعم الوكيل. يا كار يا نسر، يا كار يا نسر، حسبي الله ونعم الوكيل، فيك وفي اللي جابك وفي اللي باعك وفي الوكيل بتاعك. حسبي الله ونعم الوكيل. لحد امتى بقى؟ لحد امتى نفضل ساكتين؟ لحد امتى مش لحد يساعدنا يا جماعه؟ لحد امتى يفضل الغشاشين هم المسيطرين؟ لحد امتى ان شاء الله؟ قولوا لي كده، قولوا لنا يا جماعه لحد امتى؟ لحد امتى يفضل البي والباشا هم المسيطرين على التاوي؟ هم اللي النهارده واقفين بيقولوا لا، انا على ده اجتهاد، انا ما بقولش اكيد، لكن اجتهادي الشخصي ان هم اللي بيحاربوا النهارده عشان التاوي ما تتفحصش بره، تمام. الله اعلم، انا مش هقول زي ما الحاج كان بيقول، حاج احمد، تمام، بيقولك اسرائيل، اليهود، الكفره اللي ما عندهمش لا مله ولا دين بيفحصوا التاوي بتاعتهم قبل ما تدخل بلادهم، لكن احنا عندنا اليهود بتوعنا احنا بقى، الكفرة بتوعنا احنا، الانجاس هم اللي بيحاربوا ان هي ما تتفحاش برا البلد. لا، ما هم عايزين كده، برا البلد ما تتفحاش، في البلد ادفع ودخل، ادفع ودخل، ارشي وعدي، صح يا معلمين؟ صح ولا لا؟ صح يا شوية غشاشين يا نصابين يا نور؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، يا كار النسر، يا كار التاج، يا كارة تفاحة، يا أنجس 3 تقاوي في مصر، يا أنجس كارة في العالم، جايبين لنا أوس زبالة العالم وجايبينها لنا تحطوها لنا في تقاوي في شكاير، يا شوية غشاشين يا نور، الله لا يوفقك واحد واحد. طيب نطلع عن الموضوع شوية عشان الصيام وكده. المعلم نبيل أبو السيد أخويا وحبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معلمين، يا اخويا عامل ايه؟ اخويا نبيل،
ابو فاتن. طول عمرك برنس يا سلطان، اخويا ابو فاتن نبيل السيد ابو خليل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقكم، قول لهم الله لا يوفقكم يا شويه غشاشين يا حراميه يا نور. ايوه كده حماده بيه عطيه يا جماعه معانا على البث. حماده اخويا وصاحبي حبيبي، ازيك يا معلم حماده؟ والله وحشنا، انت فين اخويا؟ محمد عبوده، محمد بيه عبوده، اخويا جمعه سجده لله، ابراهيم سند اخويا، ازيك يا معلم ابراهيم؟ والله وحشني وبعت لك السلام مع المعلم عبد السلام، ما اعرفش وصلوا لك ولا لا، اخويا وحبيبي. وائل، المعلم وائل قدامي، يا هلا والله. اسلام بيه سلاب، يا هلا والله اسلام بيه. هتشوف لنا يا ابني وشين ولا ثلاثة تبعتهم لنا من عندك من الواحات. محمد ابو عوض اخويا، معلم طارق نوح، اهلا وسهلا اخويا وائل. حمادة بالليسي، احمد ابو زيد، عم الحاج السيد الغيطي، اهلا وسهلا. ابو نور، اهلا وسهلا. سامي فوزي، اهلا وسهلا. بقى علي، اهلا وسهلا. احمد مرجان، يا هلا والله. محمد جمال، يا هلا والله. السفير يا جماعه، سفير مصر عادل حلمي، يا سفير والله وحشني وحشني ايامك. ابو صلاح البدراوي، اضرب كمان، عايز اتوب. عايز اتوب ايه؟ ده هم الانجاس اللي عايزين يتوبهم، الحراميه اللصوص الغشاشين اللي لازم نتوبهم عن النجاسه اللي هم فيها. الله لا يوفقهم ولا يكسبهم. كل واحد غشنا وسرقنا ونصب علينا ولا نصب على فلاح، الله لا يوفقه ولا يكسبه ولا يبارك له لا في ماله ولا في عياله ولا في زراعاته هو كمان، الله لا يكسبه بحق جاه الصباح. اخويا اسلام رايق خالص يا اخويا، والله والله العظيم رايق خالص. محمد ابو عوض، لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا اخويا لا حول ولا قوه الا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل في الانجاس الغشاشين العالم الزفره. اي أيوة والله. ابو هيبه، انت فين ابو هيبه؟ الله اكبر عليك. السفير منور يا سلطان حبيبي، اخويا 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 حبيبي. السيد ابراهيم، هلا والله. يا اسلام بيه بتضحك ليه؟ زلط زينة صاحب بتاع زراعة، يا اسلام بيه اللي تبعته انا موافق عليه، اللي يجي منك والله العظيم كله خير وبركة. ما عادي اسلام بيه سلام يا جماعة، اكبر مقاولين في مصر ده. بصوا يعني من الناس اللي زي ما بيقولوا، زي ما احنا بنقول السويسي خط احمر، بنقول برضو اسلام بيه سلام خط احمر اخويا وحبيبي. الوقت معانا يا جماعة الحاج سيد بدر بيشاهد معانا، معلم معلمين العبور، اخويا الكبير اللي بشرفنا ورافع راسنا دايما وبيوجهنا للصح. لكن برضو بنقول يا جماعة مش هنسيب الغشاشين النصابين النور الحرامية اللي سرقونا، الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم، الله لا يكسبهم، الله لا يبارك لهم لا في مالهم ولا في حياتهم ولا في عيالهم، ونشوفهم كده زي ما خسرونا خسرانين وشايفين الذل والسواد بحق جاه النبي. يا رب فين فينك يا وزير الزراعة؟ فينك يا هيئة الصادرات والواردات؟ فين يا جماعة؟ هتقولنا بس النجاسة دي عدت لنا ازاي هنا؟ انا مش عارف ازاي يطلعوا لنا تقاوي مغشوشة، انا مش عارف. فين الرقابة؟ فين الحجر؟ فين وزارة الزراعة؟ فين الناس دي كلها؟ فين؟ قبضوا كام ولا خدوا كام ولا ادولهم كام؟ نعرف نعرف بس، نعرف مين المرتشي، نعرف مين الغشاش، نعرف مين الحرامي، نعرف مين النصاب. كل ده لازم الناس كلها تعرفه صوت وصورة يا جماعة. عادي احنا ما عندناش اي مشاكل، ما عندناش اي مشاكل. كل واحد غشاش لص نجس المفروض يتعرف، كل واحد حرامي خسر فلاح وفي الاخر بيقول له خد 3000، ياك 3000 سكينة اما يقطعوا رقبتك يا بعيد. حلو كده 3000 سكينة تتغرز في رقبتك كده انت وهو، 3000 يا كلب ليه؟ لما كنت بتاخد منه مئات الالاف كده هو بيديك حق التقاوي، كان قال لك خد اديني الطن ب 3000 يا لص يا غشاش. ابو صلاح البدراوي، اضرب على الحرميه اضرب على الحرميه. الحرميه ده غشاشين وشويه نور ولصوص، الله لا يوفقهم ولا يكسبهم. يا كانت ناقصه، كانت ناقصه شويه لصوص. والله ما عارف.
اه خلاص إيه؟ لا شوف يا معلم، احنا زي ما احنا قلناها، بس على 21 على نهايتها، الشيال يرجع شيال والسمسار يرجع سمسار، تمام. واللي عامل اللي فيها بيه يبقى ما عادش يبقى بيه، يبقى زيه زي الناس عادي. كل ما نتكلم لك حاسب يا عم، هتغلط في البيه، هتغلط في الباشا، ده انا اغلط في افندينا نفسه، في الباشا. الباشا لو حرامي ياخد بالجزمه على دماغ دين ام، البيه لو مرتشي وغشاش ياخد بالجزمه على دماغه ودماغ اللي جابوه عشان يرجع عن اللي بيعمله ده. ايه مالكوش رجعه؟ ما حدش عارف يرجعكوا يا شويه بهايم. اه ولا خلاص بالفلوس كله يحضن ويبوس زي ما بيقولوا. اه ما هو معاك فلوس احضن وبوس، معاك فلوس قرشي وعدي، معاك فلوس قرشي وعدي، خلاص. اه معاك فلوس هترشي وهتعدي، وفي الاخر الغلبان المسكين الفلاح اه هو اللي ياخد على دماغه ودماغ اللي خلفوه ويروح يتحبس. ونيجي نقول يا سيادة الرئيس، زراعة مصر فاشلة، زراعات فاشلة ليه؟ عشان عندنا شوية أنجاز حرامية غشاشين مزورين، تمام، قاعدين يبعتوا لنا في مضروب تاوي مضروبة من اسكتلندا من هولندا من الدنمارك من فرنسا، يلموا زبالة أوروبا ويعبوا لنا في شكاير، ويقول لك أصل احنا جايبين مستورد. مستورد إيه يا فاشل؟ مستورد إيه يا فاشل؟ أهو أهو تاوي المستورد بتاعتك إيه يا فاشل؟ أهي زبالة شبهك يا راجل يا رمة يا غشاش يا واطي. اه انا راسي مرفوع الحمد لله، لا غشيت حد ولا بدور على غش حد. عوضته مين؟ هتقولوا احنا عوضنا؟ عوضته مين؟ اه عوضته مين؟ عوضته الوكالة الحرامية اللي شبهكم، والحرامية رجع سرقها تاني. يقول لك اصل بندي 3000، 3000 في قلبك يا جحش، 3000 الله لا يوفاك. محمد جمال منور كبير حبيبي، حاج سيد اخويا عم الحاج، والله العظيم انت ابو الاحترام كله، اسلام بيه حبيبي اقسم بالله، وانت اخويا وحبيبي. هنفطر سوا ولا مش هنتقابل في رمضان يا اسلام بيه؟ يلا عشان لو كده نجيب السويسي ونتقابل ان شاء الله. الحاج اشرف الامام يا هلا والله. السيد ابراهيم اضرب 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 ايه بس، احنا اتضربنا لما قلنا بس، احنا فينا ضرب، احنا اللي بنتضرب، احنا اللي قاعدين الغشاشين يضربوا فينا من فوق ومن تحت، من تقاوي لاسعار لمستورد لشتوي لكاسر الكل، هم اللي شغالين بمزاجهم. محمد طوسون اخويا، معلم عبد السلام السيد يا هلا والله، يا هلا والله ابو عبد السلام. خلاص يا ابو عبد السلام، المعلم عماد اداك الفلوس وما تقوليش، طب عرفنا يا معلم عبد السلام. اه ولا الحاج عبد السلام ما بيسالش على الفلوس بتاعته اللي معاه ليه؟ اتنه خدم الناحيه التانيه يا جماعه، قالوا عماد صالح واداه له فلوس وانا فلوسه معايا. طب عرفنا يا معلم عبد السلام حتى. اه اي أيوة والله العظيم عماد صالح الله لي. آه يلا خلاص احنا في رمضان وفي صيام، اه خد النقله خسرنا فيها يجي 2000 جنيه، يلا الحمد لله. الحاج السيد الغيط، خد حقك صح، مش حق التقاوي لا لا، وشكرا للاستاذ وليد السرو، بس ما ينفعش اقول اكتر من كده، احنا خدنا حقنا بس حق رجاله مش حق الشمصره. حاضر يا عم الحاج سيد، انا اعمل ايه بس؟ انا عارف ان حضراتكم انتوا ناس كبيره وناس ليكوا طبعا اخواتي الكبار، واشرف بيك يا عم السيد في اي مكان في الدنيا كلها والله العظيم. انا عن نفسي انا كاحمد سطوحي والله بشرف بمعرفتك وبشرف ان حضرتك حتى بس من ضمن الناس اللي بتعلق لي على اللايف او على الفيديو، لكن هناخد من مين؟ هناخد من مين؟ انا شاري من مين؟ انا اشتريت من شومان واشتريت من وائل عثمان وخدت من عند الحفناوي من المحط، انا خلاص انا بقيت محتار، لا عدت عارف اكلم ده ولا اكلم ده ولا اكلم ده، كله يقول لك احنا زينا زيك. طب انتوا اتعوضتم، طب انا اروح فين؟ انا اروح فين؟ قولوا لي كده انا اروح فين؟ ولا عشان كنت لسه جديد ما اعرفش حاجه كله بقى يجي يرمي عليا؟ لا ده انا افضح دين ام مصر كلها لو حرامي، والله العظيم ما عندي مانع. انا ايه مش باكي على حاجه، خلاص يسرقوني افضحهم، غشاشين يتفضحهم، يسرقوا الناس يتفضحهم، واحد واحد. يا حاج سيد ربنا موجود اكيد يا عمي ونعم بالله، ربنا موجود. حماد الليثي ربنا يعوض على الفلاح، يا رب يا رب يا عم حماد.
مصيبة. ربنا يعوض على الفلاح، ربنا يعوض على الفلاح. والله العظيم الفلاح هيعمل ايه بس، والله العظيم. الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل غشاش نجس، عارف انه غشاش وسيء في النجاسة وسيء في الهبل. المعلم احمد عبد السلام ابو العينين، يا هلا والله اخويا وصاحبي. انت فين يا معلم احمد؟ كل يوم تكلمني، انت فين انت فين؟ وفي الاخر لا عارف اني اتقابل ولا عارف اني اشوفك ولا نكسبك على اي مكان حتى بعد الفطار. الله يبارك فيك اخويا احمد ابو العينين. ايه رايك يا معلم احمد في شويه النهر دول؟ هنعمل معهم ايه؟ نسيت صوت اتنبح وما فيش، صوت اتنبح وما فيش رد فعل. معايا اكتر من 10 15 فلاح قسما بالله العظيم ما خدوا جنيه تعويض، وانا اصلا قلت لهم ما تاخدوش 3000 جنيه. لا حسبي الله ونعم الوكيل، هيعملوا فيهم ايه دول؟ هيعملوا لهم ايه؟ والله يا عم السيد سادات، اشباه الرجال هم اللي يقولوا اخد حق التقاوي. لا لا، الرجال اخدت حقها صح، وشكرا وليد السر وربنا يعينك ويقويك. لا الوليد الله العظيم راجل من الناس المحترمه، جابوا لنا كار الجرار، هم مش هم اكيد صح؟ اه كار الجرار، والله العظيم رفعت راسهم، الله يصلح حالهم ويقويهم بجد يا جماعه. خلينا نقول اللي لينا واللي علينا، زي ما بنقول الانجاز نقول الاشراف، زي ما احنا بنقول في انجاز هنقول في اشراف، هنقول فيه والله العظيم كار الجرار رفعت راس مصر كلها، رفعت راس اصحابها قبل اي حد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيها وفي اللي جابها وفي اللي اقول ايه بس، ربنا يبارك فيهم بس، ربنا يصلح الحال. خلاص في تاوي كتير يا جماعه، صح الصح، في تاوي كتير والله العظيم، صح الصح الصح. بسم الله ما شاء الله. بهاء علي سلطان المنصوره، اه سلطان العالم مش المنصورة بس. يعني امجد الشافعي حبيبي، خالد مطر اهلا وسهلا، السيد عوض، الحاج علي يا هلا والله، محمود ابن عمي اخبارك، الاستاذ عادل ابراهيم. طبعا يا جماعة هو ده اصلا لوحده يعني شعار الفيس بتاعه يرفع الراس، دالتكس دالتكس يا قول ايه بس، مهما نقول يا دلتكس مش هنوفيك حقك. شركة محترمة، شركة والنعم، والله العظيم يا جماعة، والله العظيم والله العظيم. انا عن نفسي انا اتشرف ان انا بس بعدي من قدامه او بتعامل معهم او متواصل مع اي حد من هذه الشركة، لان بصراحة حاجة ترفع الراس. حد بيعمل لنفسه، حد بيعمل لاولاده، حد بيعمل لاسم البلد، لاسم مصر. دكتور سمير بن نجار، دكتور سمير الله يا رب يعطيه الف عافيه يا رب يا رب، والله بندعي له. انا عن نفسي لا شفته ولا اعرفه ولا لي كلام معاه، لكن وليكن والله بندعي له دايما يذكر اسم دلتكس، نقول يا رب يديه الف صحه وعافيه، يا رب يوفقه، يا رب يرفع راسنا راس بلدنا كلها لفوق. سمير بن نجار يا رب، واحنا كشباب كلنا داعمين، لان هو اصلا ابو الشباب بيساعدنا وطموحاتنا كبيرة. ان شاء الله ان شاء الله يكون مثل اعلى لينا. يا رب يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كارة يا نسر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كارة يا تفاحة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كارة يا تاج. الله لا يوفقهم التلات كارات دول. السيد عوض ربنا يسترها من عنده، الحمد لله الحمد لله، لكن في غش، لكن في نصب، لكن في سرقه. احمد بيعزمي، ربنا يعوض عليكم يا رب، يا رب يا اخويا يا رب، والله العوض. الحاج سيد كله خد تعويضات وما فيش ذره رحمه، سرقوا التعويضات. حصل يا عم الحاج، حصلوا على ايدي وانا شاهد، والله العظيم حصلوا على ايدي وانا شاهد، حتى التعويضات الوكلاء سرقوها. والله العظيم حتى التعويضات اللي كان بياخد مبلغ كبير، والله العظيم رجع يقول لك لا، بقى يطمعوا فيها. 3 مليون، مين اللي خد 3 مليون؟ اللص ده الحرم الكبير واحد ده يا جماعه، بقول لك الحرم الكبير اللي في المنصوره، المنصوره بلدنا، خد 3 مليون اللص. الله اعلم، ده كلام على لسان واحد مش على لسانين، انا ما اعرفش، لسه ما اتحرتش على الموضوع ده. في لص عندنا في المنصورة خد 3 مليون. مين ده اللص ده؟ الله أكبر عليه. السيد رقم إسماعيل، الحاج أحمد السفينة، محمود سامي،
ابو الاثنين كمان والله والله التفاحه مبهدل. انا يا حق احمد التفاحه مبهدله انا في ارضنا في زراعتنا، شفت النصيف الطين او ممكن ما حدش اشتكى منها. عندنا بقى اتلبيت فيها لبه مظبوط، شكلي كنت واخدها متدوره ولا متضيره ولا بتسموها ايه، والله ما عارف، ربنا يسترها. والله العظيم شكلها تبقى مصايب يا جماعه، مصايب. عموما عشان ما اطولش عليكم، هنشكر كل راجل شريف في البلد وعلى رأسهم شركة دالتكس، وبشكر برضو يا جماعة اللي بيقف جنبي ودايما أخويا ومساعدني البحيرة البشمهندس ربيع أبو العطا. والله العظيم الراجل ده بصراحة بيعمل معايا حاجات، والله العظيم أهلي اللي من لحمي ودمي وناسي ما عملوها معايا. بقول له يا دكتور يا باشمهندس ربيع أخويا الكبير، وشرف ليا معرفة حضرتك، وشرف ليا كل حاجة أنت بتعملها معايا. والله العظيم اللي من لحمي ودمي القرايب الدرجة الأولى إعمام وخلان، ما شفنا منهم اللي حضرتك بتعمله. الله يعطيك ألف عافية، كتر خيرك يا باشمهندس ربيع، ودايما دايما دايما إن شاء الله أقول لك إيه، أكون أنا شخصيا رافع راسي مع حضرتك. الله يعطيك ألف عافية يا باشمهندس ربيع وكتر ألف خيرك. يا سلام يا باشمهندس ربيع دخل وإحنا بنقول على الكلمتين المظبوطين، الله يعطيه ألف عافية، أخويا الكبير وتاج راسي حبيبي يا باشمهندس ربيع. خلاص يا جماعة، يبقى احنا زي ما قلنا، زي ما في انجاز في البلد وناس حرامية ولصوص، تمام، في ناس يترفع لها الراس ويترفع لها القبعة، ونقول مش هنخليهم يقولوا حاجة غير ان احنا كلنا نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، يا شوية غشاشين يا حرامية يا نصابين يا نور، تمام يا نور، ما نشوف اخرها معاكوا ايه ولا هتخسرونا ايه تاني. عموما كتر الف خيركم يا جماعه، واسف على الازعاج، واسف على الالفاظ لو في الفاظ خارجه، اسف مره ومليون، بس اقسم بالله العظيم من العصبيه وكمان من الخساير، ما احنا مش عارفين هنعمل ايه، نروح هنا نخسر، نجيب من هنا نخسر، كلها خساره وكلها شويه نور وحراميه عايزين ياكلوا الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غشاش، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد نصاب، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قاصد ان هو يعطل واحد تاني. الله لا يوفقهم، الله لا يبارك لهم الغشاشين النصابين بتوع التاول المضروبة بتوع التاول المتضيرة، الله لا يوفقهم ولا يبارك لهم. المعلم أحمد عبد السلام، التفاحة كانت بتتطور في الروضة، هي التفاحة بس، يا ريتها كانت بس التفاحة يا أخوي، التفاح وغير التفاح والبطاطس ولا التفاح والناس. والله أنا يا جماعة أهو شوفوا عشان ايه كل ده ويتغير والفحص يكون هناك في اوروبا، وحالب الدنيا لازم بطاطس زي الدول التانية يا سلطان يا باشمهندس ربيع صلى على النبي. النهارده انا شايف للحاج احمد الشربي، خلينا نتكلم على الملأ، وانا بتكلم اهو راسي مرفوعه زي ما انا دايما بقول، تمام، خلينا نتكلم معاك لايف وصوت وصوره وصوت وصورة. استنى يا معلم استنى بس، الموضوع شدنا معانا الوقت، وصوت وصورة، تمام. لما جاء الحاج احمد الشربيني من كام يوم، تمام، وطبعا الحاج احمد الشربيني يا جماعة شرف جمهورية مصر العربية، تمام، ويشرفنا انا شخصيا ان انا اذكر اسمه، تمام. طيب لما جينا نقول يا باشمهندس ربيع او هو حضرته نفسه قال في ناس بتحارب ان التقاوي ما تتفحصش بره، ما هم من دول، هم مين؟ اكيد زمانهم شلة النور والنصابين اللي بيدخلنا تاوي مغشوش، هيكون من غيرهم يعني؟ هيكون حد غيرهم؟ انا رايي هم دول. لكن الله اعلم، هو ما ذكرش اسماء، لكن انا نفسي اذكر اسماء. مين اللي بيحارب؟ من مصر كلب نجس بيحارب، ده جاسوس. والله ده المفروض يتعمل له قضيه امن دوله. تمام، اما يكون واحد شاب او رجل اعمال او مستورد او مصدر او مستثمر مصري يحارب ان التهاوي ما تتفحصش بره مصر، ده يبقى راجل جاسوس نجس يهودي، والله العظيم يبقى يهودي، يبقى ده مسلط علينا على الفلاح مصر وعلى البلد. ده هو مين نعرفه؟ نفضح دين امه، نفضح ملة ابوه الكافر الجاحد ده، انا ما اعرفش، لكن انا في رايي ان هم شلة النور اللي جابوا لنا التهاوي المغشوشة هم دول. انا في رايي انا كده يا باشمهندس ربيع، غير كده الله اعلم، وانا بتكلم اهوت وانا راسي مرفوع، الله اكبر علي. الحاج حسن شعبان وصل يا جماعه، والله يا حاج حسن فزت انت بالسنه دي بوكاله دالتكس،
وبتاوي ضل تيكس اللي رفعت راسك هو راس صحابها. ايوه فاكر التايسون يا جماعه؟ زراو تايسون لك تايسون، تايسون ده مين؟ اهو النهارده بالصلاه على النبي تايسون رقم واحد في مصر، سعره اغلى من السوق وزراعه اكتر من اي زراعه. بسم الله ما شاء الله، شرفتونا بالتايسون يا ضل تيكس. خلاص يا جماعه انا تعبت والله العظيم، ما كنت قادر اتكلم. خلاص هنقول بس اخر الكلام، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد غشاش نجس، دخل تاوي مضروبه او باع لفلاح حاجه عارف ان هي مغشوشه، او كان بيجيبها في تريلات. صح يا معلم احمد عبد السلام ابو العينين، كان بيجيبوها في برادات ويدوروها. صح، الله لا يوفقك واحد واحد يا شوية أنجاز، الله لا يوفقكم. تمام تمام، أنا أهو أنا موجود معكم أهو، حياكم الله. اللي له حاجة عندي، أنا أحمد محمد السطوح من بساط النصارى طلخة أهلية، أو بساط طلخة أهلية عشان بلدياتي برضو تاني بيزعلوا لك نصارى نصارى. خلاص النهاردة شم النسيم، كل سنة وأنتم طيبين يا نصارة مصر، كل سنة وأنتم طيبين يا اخوات يا مسيحيين يا اقباط البلد، والله العظيم كل سنه وانتم طيبين. دول اخواتي وحبايبي واهلنا وناسنا، ربنا يعدها على خير، بس ربنا يعدها على خير. عموما برضه هنرجع تاني وفي الاخر ونقول زي ما شتمنا الانجاس الغشاشين، هنقول يا شرفاء مصر يا اكبر ناس في البلد، خلي بالكم اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم في شلة لصوص عايزين يقضوا على الزراعة في مصر، في شلة لصوص عايزين يقضوا على الناس كلها، على الفلاحين. هم دول، هم مين بقى؟ كلهم عارفين الكلام ده كله. والله كل ده. فساعدونا نقضى على الغشاش، ساعدونا نقضى على الانجاس، ساعدونا نقضى على البي وعلى الباشا. وعلى الفساد، الله لا يوفقهم جميعا واحد واحد. كان بيجيب في جنبات، بلاش يا عم احمد الجنبات انا بجيب دلوقتي. حاضر يا باشمهندس ربيع، انا معاك، انا تحت رجليك، ما تقوليش اقف معاك، لا، انا اقف تحت رجليك يا اخويا، انت اخويا الكبير، وانت تاج راسي، وانت كفايه اللي انت عامله معايا، والكفايه مكالمتك ليا يومين يا باشمهندس ربيع والله. انا معاك، اقسم بالله العظيم قلبا وقالبا تحت رجليك، مش جنبك ولا قدامك ولا وراك، لا. طالما في الحق أنا قدامك يا باشا ومعاك وتحت رجليك، الله يعطيك ألف عافية. حاضر يا عم الباشمهندس ربيع، الله يسلمك يا رب. خلاص يا جماعة هنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنقول فيها أسماء الأنجاز واحد واحد، شوية اللصوص الغشاشين. سلام عليكم.